هذا ويقدم ملتقى الشارقة الدولي للراوي تحت شعار حكايات الطيور، أنشطة وورش عمل متنوعة تحمل موضوعات مختلفة للزوار. في التقرير التالي نستعرض جانبا منها. ملتقى الشارقة الدولي للراوي في دورته 24 يواصل كتابة سطور جديدة في مسيرة نجاحاته وسط تسجيل مشاركات من مختلف دول العالم، ومعه يواصل الملتقى تقديم تفاصيل عديدة للموروث الشعبي الذي يشكل جزءاً أصيلاً في الفكر الثقافي الإماراتي والعربي، كتقديم الفنون الغنائية الشعبية التي أصبحت جزءاً من التشكيلة التراثية المهمة للملتقى. اليوم قدمت في ملتقى الراوي ورشة قرائية عن كتابي عالم السلام، ولكن وكان هدفي أن يعرفون ما معنى الهوية المفقودة، وكيف أن الشخصية اللي كانت في قصتي كيف فقدت هويتها، وكيف أن لازم يهتمون في الأشياء وما يغيرون أشياء دقيقة في حياتهم، لازم يغيرون الأشياء ببعض المهارات وبعض المواهب. يعني مثلا لو أنا كنت خجولة، كيف أني أنا أكون واثقة من نفسي ما أروح أغير من نفسي وأغير الناس وأنا أخذ معلومات الناس، فأنا لازم أني أكون أطور من نفسي بالمهارات والمواهب. ملتقى جدا جميل ويشد الانتباه، وهذا جدا جي ملتقى جدا مميز، يعني بمناسبة أنه عن الطيور وأنا جدا أحب الطيور. تعلمت عن الطيور وقالوا لنا قصص عن الطيور، وصرنا برا نشوف الطيور وسوينا سويرات ولونا واستانست وايد. ملتقى الشارقة الدولي للراوي لم يغفل في رسالته عن ترسيخ الموروث الشعبي، حيث ركز بورشه على الطيور التي تعد عنوان هذه الدورة لكونها أحد عناصر التراث والتاريخ الذي يسعى معهد الشارقة للتراث لتسليط الضوء عليه كواحد من الفعاليات الثقافية المهمة التي ترعاها شارقة الفكر والمعرفة. إذن ملتقى الشارقة الدولي للراوي منصة تستعرض ثراء وتنوع الثقافة الشعبية وأهمية التراث الشفهي في حفظ الهوية الوطنية والثقافية. لأخبار الدار العنود الصوري.